معتلي سلامي يا رب لهم في الحز مصبا بسم الكريم اللي نفاني منه النبا جبر بالحياة راعي الصدر مجملي حتى البرود وعدم الطريق صبصبا على عريس الحق يحيى سيد الفضاء من رب العبود مثل الصقر معتلي سلامي يا سلام يا لبنان في العز منصبا بسم الكريم اللي نفاني منه النبا جبر بن يحيى راعي الصيد المجملي حتى المروق وعدم الطهر يصبصبا على عريس الحبل يحيى سيد الوفا بدرب العبود مثل صقر معتلي هاجس ما يشبه في الشعر هاجس ما جاني ومن مدارس كان من ربي عطا وافتغر لاني سميل رجال فارس صفهم لجل الوطن على حد حارس ما يهمون الفنا فوارسك الرعد والبراك لا سرى وعدوهم ما قبل الا الموت الاحمر واللي احتزم بهم يبشر بفزعتكم محسوب حسابا من تحزم بالعباد لا يبالي بالجبال الراسية يوم وقفت خدمة لسمية يحيى طامي الفارسي ما عليكم زود وحقيقة نعم السمي ونعم من تسمى أبو جيناكم ببعض أمور جابها معونة لك سمية فأولها أنه جاء بمبلغ مالي منه كثير فأنت تستاهله وإن قل فتسمنه ما بينكم وبينه من الأخوة والزمالة وصلة القرابة والسماء أيضا جاءوكم ببعض الهدايا العينية لا تخفى على ناظركم هذا ما وقفت به نيابة عن السمي وأخوانه ومن على ساقته يا محمد أحمد جيت لك نايب عن السمي أجاك أبو ماجد وشد لك العزايم ولا تعذر وهو جمل لا زادت الحملة يشيلها يحيى ولا الطمي على الميعاد لا وقف كأنه جبل طلانا للزحزح ولا ارتجف ربيع على الوفا وعيال طامي كلهم نيران حامية لجل السماية وقفة ووقفة نظامية في ليلة الفرح وقفة أبو يحيى العظيمة تعرفونا وأخوها أبو ياسر مواقف ترونا دايم مجملة وإن قام أبو عادل فهو في وقدا وما حسن طامي سيول من يردها وسعود ما اختلف وقفاتهم لاجل العبادة يقتدى بها من يوم ابو بسام وصاني بخولته قلت احتزم والطيف لك جهزت قوته وقبلت على الوعد يا العبادة يا لوقفة واهل واجب يا الرجال اهل البنادق والمقاصب وأحمد منكم شهيد سيرته تبقى إلى يوم القيامة سيرته تبقى إلى يوم القيامة هاجسي ما يشبه في الشعر هاجس ما جاني من فصول ومن مدارس جاني من ربي عطا وافتغر لني سميل رجال فارس صفهم لجل الوطن على حد حارس ما يهمون الفنا فوارسك الرعد كلا سرى وعدوهم ما قبل إلا الموت الأحمر واللي احتزم بهم يبشر بفزعتكم محسوب حسابا من تحزم بالعباد لا يبالي كالجبال الراسية يوم القتالي
فكر